بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، برحب بكم في الترم الثاني للعام الدراسي 21-22، وبقدم لكم طريقة حل أول نموذج للكيمياء في الترم الثاني للصف الثاني الثانوي لطلبة القاهرة الجديدة ومدينة نصر والرحاب. وطبعا ممكن طلبة مصر كلهم ان شاء الله يستفيدوا منه. امتحان اختر متعدد، وتباعا هقدم لك نماذج امتحانات على كل درس، عشان انت دلوقتي ايه في مرحلة تأسيس للثانوية العامة. طالب العلم لازم باستمرار يحل اسئلة تباعا كل انواع الاسئلة، ويكون فاهم منهج الكيمياء علشان يقدر ايه يكمل ان شاء الله السنة الجاية ويجيب اعلى الدرجات في مادة الكيمياء. تابع معايا، شوف طريقة الحل وطريقة حل النماذج اختر المتعدد. ولو عندك أي استفسار ابعت في التعليقات. ماشي، شكرا أستاذ أشرف الهادي، كبير معلمين الكيمياء بالقاهرة الجديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. طلب الأعزاء، طلبة الصف الثاني الثانوي، أهلا بيكم. النهاردة هنعمل مراجعة سريعة على أعداد. بعد ما توصل الإرسال وتجيلك النتيجة وتعرف أخطائك، حاول تعيد الامتحان مرة تانية وتشوف النقط اللي وقفت معاك وراجعها. وأنت بالنسبة لك سنة تانية كل الغرض بس يبقى عندك أساسيات عشان السنة الجاية كيمياء الثانوية العامة، لأن طبعا احتمال الجزء اللي اتشال هيجي لك السنة الجاية، لأنه مهم جدا لتكملة منهج الثانوية العامة في الكيمياء. وبتمنى إن أنتوا تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.